يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الرابع من الأساسيات، عيوني. الجزء الرابع شو راح ناخذ؟ راح ناخذ الاسم المنقوص. الاسم شبيه المنقوص. الاسم شبيه المنقوص. شنو معنى اسم منقوص؟ يقولون الاسم المنقوص هو الاسم الذي نهايته ياء. الاسم اللي بالنهاية ما تشكو اكو ياء. اكو ياء شنو يعني ياء؟ ياء هاي مال البطه، مو اكو طالب مثلا يقول ما اعرف شنو ياء انتهى، مو حسب بالكم. زين، مثلا امثله بسيطه نقول قاضي، داعي، هادي. شوفوا، قاضي نهايته شنو؟ نهايته ياء. داعي نهايته شنو؟ ياء. هادي شنو نهايته؟ نهايته ياء. ركزوا، هو شنو؟ هو الاسم مو الفعل. هسه من ساعه مثلا اخذنا يجري بالجزء الثالث، اخذنا شنو؟ اخذنا يجري، هذا اسم منقوص؟ لا، لهذا فعل. شو اقول انا؟ اقول الاسم المنقوص يعني هو اسم ونهايته ياء، اسم ونهايته ياء. فاذا القاضي، داعي، هادي، شبيه، هو اسم منقوص. ركزوا لي بنقطه واحده، اللي يفيدنا بمحاضرتنا، اللي يفيدنا بمحاضرتنا هو الاسم اسم المنقوص الذي يكون نكره مو معرفه. شو معناها؟ يعني مو القاضي، لا، قاضي، قاضي، القاضي هاي خارج محاضرتنا، يعني ما يفيدني، ما يخدمني. داعي هو اللي يخدمني، الداعي لا ما يخدمني، يعني ما طبق عليه هاي السؤال راح ياخذها هسه. لازم يكون الاسم المنقوص شنو؟ نكره. شوف، هادي مو الهادي، لا، هادي، هادي اسم نكره. متفقين؟ ان شاء الله متفقين. اذا الاسم المنقوص هو الاسم اللي نهايته ياء، واللي يخدمني هو شنو؟ اللي هو نكره، قاضي، داعي، هادي، باقي الى اخره. زين، هذا شو يصير علي؟ هذا الاسم شو يصير علي بحاله الرفع والجر او حاله النصب؟ حاله الرفع والجر، حاله الرفع والجر حاله واحده، نعتبرها حاله واحده، يعني نفس التغيير راح يصير علي بهاي الحاله. حاله النصب هاي حاله منفرده. ركزوا وياي، شنو حالة النصب؟ وشنو يعني حالة الرفع والجر؟ إذا أسحب عادي. شنو معنى حالة النصب؟ وشنو معنى حالة الرفع والجر؟ ركزوا وياي. حالة النصب يعني يجيني الاسم المنقوص فرضاً مفعول به، هاي مو حالة نصب؟ حالة نصب، خلاص؟ مفعول به. المفعول به شو يكون؟ يكون منصوب، فنعتبر هاي شنو حالة؟ حالة نصب. يعني الاسم المنقوص يجي إعرابه بالجملة شنو؟ مفعول به. شو راح نسميه هذا؟ راح نسميه حالة نصب. زين، اجى الاسم المنقوص فاعل، شو راح يكون؟ عندي حالة رفع. زين، اجاني قبل حرف جر، شو يكون؟ او قبل مثلا عنده وقبله وبعده، شو يسميها هاي؟ يسميها حالة جار. حالة جار. واضح؟ فإذا حالة النصب إذا كان فاعل مفعول به، يعني أي حالة من حالات النصب، بس الأكثر شيوعا اللي هو شنو؟ المفعول به على النصب. والأكثر شيوعا على رفعه هو الفاعل. والجر اكيد اذا قبله حرف جر او قبله هاي حروف شبه الجمله الظرفيه اللي عنده قبله بينه وراءه امامه. زين، شي يصير بحاله النصب وشي يصير بحاله الرفع والجر؟ بحاله النصب، بحاله النصب كل شيء ما نسوي له، كل شيء ما نسوي له يبقى، يعني هذا مو قاضي يصير قاضيا. مثلا نشوف، اقول رايت قاضيا، رأيت رأى فعل، والتاء فاعل، وقاضيا مفعول به. شو سوينا له؟ بقى منصوب. كل شيء ما سوينا له، كل شيء ما سوينا له، تنوين فتح ضفنا عليه، خلاص، تمام. فإذا بحالة النصب ما نسوي له شيء، بحالة النصب ما نسوي له شيء. متفقين؟ زين، إن شاء الله متفقين. بحالة الرفع نفسها قاضي، خلينا نجيبها هنا، قاضي. هناك نصبناها لان حالة شنو؟ حالة نصب مثلا مفعول به. زين، هنا اذا كانت رفع شو نسوي لها؟ شو نسوي لها؟ هاي شايفين هاي الياء؟ هاي الياء شو تصير؟ قاض. سوينا شو نحذف؟ هاي الياء سويناها حذفناها، هاي الياء شنو؟ حنف. شو نسوي بعدين؟ هاي الضاد نضيف لها كسرتين تنوين جر. متفقين؟ سواء كانت حالة رفع، سواء كانت حالة جر. يعني هاي قاضي، قاضي. لو قبلها حرف جر، شو يصير؟ قاضٍ. قبلها عنده، بعده، بينه، وراءه، أمامه، خلفه، شو يصير؟ يصير قاضٍ. هاي قاضي، لو كانت فاعل،
فاعل، يعني اكو فعل واكو فاعل اللي هو قاضي. شو يصير؟ يصير قاضي. متفقين؟ فعلا الاسم المنقوص اللي نهايته ياء ويكون نكره، شرط يكون نكره، هذا شنو؟ يكون بحاله الرفع تنمسح الياء من عنده، شو يصير؟ ونحط تنوين كسر، سواء كانت حاله جر او حاله رفع يصير قاضي، يصير داعي، يصير هادي. تمام؟ ان شاء الله تمام. شوف خلينا ناخذ هاي امثله، هاي امثله. يقول من الاصح؟ يا هو اللي صحيح، هذا صحيح، هاي الجمله صحيحه لو هاي الجمله صحيحه؟ باو عليها. رايت هاديا ورايت هادي، يا هاي صحيحه، ركزوا بيها، ركزوا بيها. شلون اركز بيها؟ لازم اعرف الاسم المنقوص شنو اعرابه، لازم اعرفه. نجي هنا يعني. راى فاعل، والتاء شو راح تكون؟ راح تكون شو؟ ماكو نقطتين. هنا شو راح تكون؟ تكون فاعل، يعني ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. اذا هاي فعله فاعل، وهاديا شنو هنا؟ مفعول به، يعني هاي حاله نصب لو عاد رفع وجر، عفية حاله نصب، وبالنصب شو يصير؟ يبقى منصوب. اذا يا هاي صحيح هاي لو هاي؟ عفية هاي صحيحه. واضح؟ لا ما نحذف، ليش؟ يعني حاله نصب. زين، سلمت على قاض، لو سلمت على قاضي هنا، سلمت على قاض لو قاضي، يا صحيحه، عفية الاولى صحيحه. ليش؟ لان قاضي قبلها شنو؟ حرف جر، يعني حالة شنو؟ حالة الرفع والجر. شو نسويها؟ نحذف الياء ونضيف شنو؟ ونضيف كسرتين. هنا حذفنا الياء وضفنا كسرتين، هاي صحيحة. زين، قضى قاض بالعدل، لو قضى قاضي بالعدل. نجي هنا شو نسوي؟ لازم نعرف اعراب الاسم المنقوص. قضى فعل، وين الفاعل؟ اللي هو قاضي، مو صحيح؟ القاضي فاعل. زين، هاي حالة رفع لو حالة نصب؟ رفع، لان فاعل مرفوع، مو صحيح؟ زين، كسرتين لو هاي؟ عفيف كسرتين، فيا نختارها؟ هاي صحيحة. متفقين؟ ان شاء الله. زين، بالاعراب شلون؟ بحالة الرفع والجر. هاي ما عندي اشكال بيها، حالة الرفع والجر، شلون نعربه؟ هاي قاضي مو فاعل، شلون نعربه؟ اقول فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. وعلامة رفعه، وعلامة رفعه شنو؟ وعلامة رفعه الضمة، ركزوا وياي، وعلامة رفعه الضمة، ماكو ضمة، ماكو ضمة، مو صحيح؟ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على من؟ على الياء المحذوفة، هذا إعراب ثابت، إعراب ثابت. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه من أو علامة رفعه راح تبدي إعراب ثابت. يعني فرضا تجيني اسم ليس، اسم ليس جابها بالامتحان الوزاري مره، احد 2019 تمهيدي، 2019 تمهيدي جابوا اسم منقوص. زين اسم ليس ايش بيه؟ اسم ليس مرفوع، فشلون اعربه؟ اقول اسم ليس مرفوع وعلامه رفعه، شنو علامه رفعه؟ اقول وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه لانه اسم منقوص، هذا اعراب ثابت. شنو اللي يتغير؟ اللي يتغير بس البدايه المقدمه، مره اقول اسم ليس، مره اقول فاعل مرفوع وهكذا. واضح؟ بس من هو علامه رفعه؟ نعم، من جمله وعلامه رفعه ثابته. بالجر شو يكون؟ نقول اسم مجرور وعلامه جره الكسره المقدره على الياء لانه اسم منقوص. متفقين؟ ان شاء الله متفقين. الاسم المنقوص هو من احد الاساسيات المهمه بالسادس الاعدادي، والطالب اللي دائما يعني مو هو دائما، غالب اغلبيه الطلاب يتغافلون عنه، وهو شيء جدا مهم، ركزوا عليه، نقلوه بالدفتر، وبالتوفيق ان شاء الله. قناتنا بالتليجرام انضموا بيها، لا تنسون، بالتوفيق ان شاء الله.